ارحب بكم في نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت. اتخذت وزارة الداخلية حزمة من الإجراءات الأمنية في مطار الكويت الدولية، وأبرمت عقودا مع شركات عالمية متخصصة في مجالات التفتيش الأمنية لتأمين عملية تفتيش الأمتعة وتطبيق المعايير الدولية لأمن المطارات. الوزارة أكدت في بيان لها أنه على الرغم من الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة، إلا أن مطار الكويت لم يشهد أي حادث يتعلق بسلامة الطيران والمسافرين. في خطوة لتطبيق المعايير الدولية لأمن المطارات كما هو معمول به في معظم المطارات العالمية المتقدمة، تعتزم وزارة الداخلية إبرام عقود مع شركات عالمية متخصصة في مجالات التفتيش الأمني، وذلك لتأمين عملية تفتيش الأمتعة في مطار الكويت الدولي والقضاء على الزحام وكثافة عدد المسافرين والقادمين. إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة أكدت في بيان لها أن تلك الإجراءات التي تسعى إلى تنفيذها في زمن قياسي وإدخالها للخدمة الفعلية وفق أحدث النظم ستحدث تغييرا ملموسا يشعر به جميع المسافرين في المطار، مشيرة إلى أنه على الرغم من الظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة، إلا أن مطار الكويت لم يشهد أي حادث يتعلق بسلامة الطيران والمسافرين بسبب يقظة واستعداد وكفاءة أجهزة الأمن. كما اتخذت الوزارة حزمة من الإجراءات أمنيا وإداريا تستهدف تنظيم عملية دخول وخروج القادمين والمغادرين في ظل كثافة أعداد المسافرين لا سيما في موسم الإجازة، من بينها زيادة أعداد الكونترات وإعادة جدولة رحلات الطيران وتنظيم التوقيتات الزمنية للإقلاع والهبوط لمنع حدوث كثافة عددية على كونترات الجوازات وأجهزة التفتيش، إلى جانب زيادة أجهزة التفتيش الأمني على الأشخاص والحقائب والأمتعة عقب الوزن مباشرة وتنظيم دخول العمالة المنزلية. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتناولها بعض وسائل الإعلام بنشر صور تشير إلى وجود زحام وفوضى في المطار، مبينة أن الصور المنشورة تعبر عن جانب واحد من الزحام الذي يحدث مع تغيير الزام أو نوبة العمل.